مسيح علي نجاد في فورين أفيرز، بداية نهاية الجمهورية الإسلامية. تعتبر الكاتبة أن المظاهرات الجارية في إيران تختلف عن سابقاتها، حيث تقودها نساء وجيل شاب يسعى إلى تغيير النظام الاجتماعي الذي فرضته الثورة الإسلامية، ويطمح لانفتاح أكبر على الغرب. وتعتبر الكاتبة أن إيديولوجية الجمهورية الإسلامية قائمة على ثلاث ركائز: معاداة الولايات المتحدة، ومعاداة إسرائيل، وكراهية النساء، وأن إضعاف أي من هذه الأعمدة سيقود إلى انهيار البنيان بأكمله. وترى الكاتبة أن المظاهرات وضعت الغرب في مأزق في ظل السعي لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، داعية إلى التوقف عن أي تفاوض مع النظام ما دام يقمع المتظاهرين ويحجب الإنترنت. جولنار موتيفالي في بلومبرغ: هل إيران في منعطف بعد شهر من الاحتجاجات الواسعة؟ تعتبر الكاتبة أن استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران لأكثر من شهر وتحولها لأكبر انتفاضة نسوية في الشرق الأوسط ورفعها مطالب بتغيير النظام رغم رد الفعل العنيف لقوات الأمن يؤشر إلى دخول إيران منعطفاً مهماً. وتشرح الكاتبة كيف أن المظاهرات الحالية تضم كل أطياف الشعب الاجتماعية والإثنية والدينية التي تشعر بالتهميش، بعكس مظاهرات 2009 التي قادتها بالأساس الطبقة الوسطى. وتتوقع الكاتبة استمرار المظاهرات مقابل رفض النظام، خاصة المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، لأي تنازل يخفف القيود المفروضة على لباس النساء وتجعلهن مواطنات من الدرجة الثانية. أفشون أوستوفار في فورين بوليسي: الحرس الثوري الإيراني لن يتراجع أبداً. يجادل الكاتب بأن إيران تمر بأزمة هوية بعد أن ثار الناس في الشوارع مطالبين بموت المرشد الأعلى وإنهاء 43 عاماً من حكم النظام الثيوقراطي، ويصف ما يجري بأنه تمرد الإيرانيين على الجمهورية الإسلامية، إلى حد أن طبيعة ونطاق الاحتجاجات جعلت الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت هذه ثورة أخرى قد تطيح بنظام الملالي لصالح قيام ديمقراطية تمثيلية. لكن الكاتب يضيف أن أكبر عقبة أمام تغيير النظام هي الحرس الثوري الإيراني، القوة الأمنية المصممة لحمايته. ويختم محذراً النظام من الإفراط في قمع وقتل المتظاهرين، لأن ذلك يقوي الثوار ويضعف ولاء القوى الأمنية، لسيما صغار الضباط وسائر الجنود الذين يطلب منهم قتل مواطنيهم. ياسمين جرين في موقع وايرد: حجب الإنترنت في إيران جزء من تهديد دولي. تقول الكاتبة إن قيام الحكومة الإيرانية بشكل ممنهج بحجب الإنترنت لعرقلة تنظيم المظاهرات وإخفاء حجمها وتعامل قوات الأمن معها ليس تصرفاً معزولاً، بل هو ما تقوم به عدد من الأنظمة القمعية التي تتعلم من بعضها بعضاً. وتضيف أن إيران تسعى وراء تطوير مزيد من الشبكات الداخلية على غرار كوريا الشمالية، ما يمكن السلطات من العمل حتى لو تم قطع الارتباط مع الإنترنت الدولي وعزل مواطنيها عن بقية العالم. وتخلص جرين إلى أن التهديد الذي يطال حرية الوصول إلى المعلومة وأبسط حقوق الإنسان هو تهديد دولي تتطلب مواجهته تنسيق الجهود الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى تمكين الوصول إلى الإنترنت في بلدان مثل إيران وروسيا وميانمار وغيرها.